مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه ومشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اسمحوا لي اقول الف الف مبروك للنادي الاهلي تتويج ببطوله افريقيا لكره الطايره رجال المره ال 15 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي 3-1. وكمان الف مبروك للنادي الاهلي تتويج بدوري السوبر لكره السله رجال للمره السادسه في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد السكندري 88-75. الله اكبر ما شاء الله عليه، ربنا يحفظهم ويحميهم يا رب، وكل التوفيق للنادي الاهلي في البطولات المقبله ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم، طبعا يعني حبينا نقول لكم كل جماهير النادي الاهلي تبقى مشاركانا، وكل متابعي قناه الاهلي يشاركونا النجاح والفوز، وسعيده جدا بالبطولات اللي يعني بيحصل عليها النادي الاهلي. بالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله، كل التوفيق للنادي الاهلي ومشجعي وجماهير النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي في كل المجالات. اسمحوا لنا نبدا حلقتنا النهارده، والنهارده هنعمل مهارات جديده ولكن ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. النهارده هنعمل وصفه من الوصفات المحببه، وخلينا نقول ايه هنعملها ازاي بطريقه بسيطه وجميله. طبعا هنعمل رز معمر بمكعبات لحم، ولو عندكم بواقي لحم حتى مسلوقه نقدر نعمل منها وصفه جميله. عايزين بقى نوظف الحاجات اللي بتتبقى عندنا في البيت، نعمل منها حاجات حلوه تطلع اطباق جميله ونقدر نستفيد منها. طبعا لا يعلى على الرز المعمر اللي بناكله في محافظات مصر وفي يعني اماكنه الحقيقيه في الفرن البلدي والسمنه البلدي والحاجات الحلوه دي، لكن احنا النهارده هنعمله كده ايه عشان احنا بقى ناس عاملين والسرعه عندنا بتفرق في المطبخ، فاسمحوا لنا هنعمله بطريقه سهله وبسيطه لكل حابب يعمله بطريقه بسيطه. عندي المقادير: رز معمر باللحم، كوبايتين من الرز المصري، نص كيلو من اللحمه مكعبات، وعندي كوبايه من القشطه البلدي، ممكن وش اللبن زي ما حضراتكم تحبوا، عندي لتر ونص من اللبن، عندي معلقه كبيره من الزبادي هقول لكم دي ليه، وعندي 3 معالق كبار من السمنه، بهارات لحمه، عود قرفه، ملح وفلفل. هو احلى حاجه في الرز المعمر انكم تستمتعوا بطعمه، يعني نستمتع بطعم الرز منه فيه، فكره السمنه فموجوده فيه وفكره اللبن موجوده فيه. طبعا انا ايه خليني الاول احط كده ايه الرز هنا، انقعه في شويه ميه كده، طبعا المفروض يبقى مغسول كده وتمام، انا بس هنقعه شويه كده مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو عندنا لحم يعني متبقي، لحم اتسلق واحنا قادرين نستفيد منه، ليه لا، ممكن نعمل بيه وصفات حلوه وندخله فيه يعني حاجات جميله. عندي فراخ مسلوقه اقدر استفيد منها، اعمل منها فاهيتا، اعمل منها شاورما، اعمل بيها حشو معجنات، اللحم كمان كده. فانا الحقيقه قلت يعني ايه لو في لحم مسلوق باقي ممكن نعمل بيه الطاجن ده. انا بس عشان اللحم عندي مش مسلوقه هديها بس تشويحه كده بسيطه بالمنكهات عقبال ما الرز ده يتنقع شويه، ودي طريقه سريعه شويه بس جميله. وعايزه اقول لكم بقى يعني ايه، انا ما كنتش من هواة الرز المعمر قوي، يعني بحس انه دسم قوي بيبقى تقيل. الحقيقه حماتي بتعمله رائع، وبتعمله بقشطه اللبن، بوش اللبن بتعمل الرز دايما فيه، فبيبقى خفيف وليه طعم، تسيبه شويه فيه وبعدين تبدا تديله بقى ايه اللبن والشوربه شويه وبعدين تحطه. بصراحه كنت بدوقه من ايديها رائع جدا. انا هنا بسخن بس البان، وهنحط كده ايه، هحط نقطه زيت واحده مع معلقه سمنه صغننه تدي طعم بس كده. احنا برضو ايه الفكره منه هو ليه طعم وتيست كده، بينفع نعمل بالحمام، نعمل بالفراخ، في ناس تحب تعمله بالفراخ، زي ما حضراتكم تحبوا. هاخد كده ملح والفلفل هنا. طبعا الحاجات اللي بتبقى موجوده ساعات عندنا مثلا باقيه ما بنبقاش عارفين نوظفها في ايه، فاذا اتبقى عند حضرتك لحم او مرق لحم احتفظي بيه في الفريزر، اذا اتبقى عندك بواقي فراخ خليها في الفريزر. الحاجات دي بتنفع في اوقات تبقي قايمه تعملي عشاء، تعملي اي حاجه، بتنفع جدا وبتسعف جدا الحقيقه، انك بيبقى عندك جزء جاهز. هشوح كده بس تشويحه وهحط معاهم بسم الله رشه بسيطه كده من الملح، رشه بسيطه من الفلفل، وبهارات اللحمه تدي بس ايه ننكه اللحمه عشان لما تبقى في وسط الطاجن تبقى ليها طعم حلو. طبعا احنا لو سلقينها هنبقى مدينها برضو المنكهات بتاعتها اللي هي
بصل والجزر والعود كرفس، شويه حبهان، عود قرفه، رشه مستكه. عود القرفه ده بيدي تيست كده للرز المعمر خفيف، لكن اللي ما بيحبش القرفه ما يضيفوش، هو ممكن يعني ما يعني نستغنى عنه، بس في ناس بتحب تضيفه للمرق اللي هتسقي بيه الرز. يعني بيعملوا ايه، خليط كده ما بين اللبن والمرق. وعاده الرز لازم يبقى في ناس بتمرق شويه عشان يستوي حلو. هديها بس تشويحه كده حلوه كده، الله. شايفين، بنخلي مكعبات صغيره عشان بس تاخد تسويه حلوه وسريعه، ويبقى ايه اخد الوقت بتاعه مع الرز طبعا والسوائل اللي ايه هنضيفها مع بعض. طيب انا عندي هنا الرز، اسمحوا لي بس ايه هشطفه هنا شطفه كده كده، هسيبه شويه وهسيبه شويه كمان، في شويه ميه صغيرين تحت ايه شويه كده يعني يبقى الجفاف اللي فيه ده يروح شويه ويبقى الدنيا جميله. بسم الله نقلب هنا. هنا عايزه ادفي اللبن شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هحط شويه لبن. وعندي كمان هحط مع اللبن ده عود قرفه واحد، او يعني لو العود كبير هقسمه كده نصين يدي بس طعم. رشه بقى من البهارات دي بقى، طريقه سريعه بس بتدي تيست حلو كده ونتيجه حلوه برده. ورشه فلفل وشويه ملح. خلاص هقلب بقى تقليبه حلوه كده. بسم الله. القشطه زي ما حضراتكم تحبوا، لو في وش اللبن هيبقى رائع. هو الحقيقه ما يحلاش الا بالقشطه البلدي الحقيقه، يعني رز معمر تاكلش الا ولو في حاله القشطه البلدي ممكن ما نضيفش كميه سمنه. بصوا بقى الزبادي دي للي مش عايز يضيف دهون خالص ما تضيفوش، ممكن تاكلوا الرز المعمر ده تكتفوا بالقشطه بلحمه مسلوقه، ونحط مكان السمن زبادي. الزبادي ممتاز، هيدي طراوه طعم حلو وفي نفس الوقت يحل محلها. طيب هنقلب كده تقليبه حلوه. لحمه طبعا صغيره فهتستوي على طول. الفرن عندي بيبقى سخن، يدخل فرن عالي على طول عشان يتشرب الرز، ما يدخلش فرن هادي، يدخل فرن عالي الحراره. نقلب بس تقليبه حلوه كده. ايوه بدعي طبعا لكل اولادنا اللي بيمتحنوا دلوقتي، ربنا يوفقهم طبعا في الامتحانات ويعينهم على المناهج القويه اللي بياخدوها. وبحيي كل الامهات اللي السنه دي كانت عليهم سنه رابعه ابتدائي بسيستم جديد وبنظام جديد. انا عارفه انه الجيل ده يعني ايه اتاخر شويه سنتين بسبب الكورونا، بس عايزه اقول المناهج هم بداوا الجيل ده ما شاء الله عليهم تفكيرهم مختلف، فهم يعني المنهج حلو وجميل وكل حاجة بس طويل جدا، فكان محتاج انه ناخده كده ستابس مع بعض. فبحيي كل الأمهات اللي صبرت وصبرت على هذه المرحلة، بالتوفيق ليكم يا رب. معانا حنان، اهلا وسهلا. معاكي منال. منال اهلا وسهلا حبيبتي، صباح الفل. صباح الفل عليك. اهلا بيك. تسلم ايدك مقدما على الاكل الجميل دوت. يا رب، سعيد قلبك حبيبتي، تسلمي لي. والف مبروك للنادي الاهلي، انا سمعت، انا والله انا بقيت اعرف الاخبار منك دلوقتي. يا حبيبه عمري، تسلمي لي، شرف ليا طبعا، شرف ليا. حلو قوي والله المعلومات اللي احنا بنعرفها ان النادي كان كسب والحاجات ديت حلوه جدا يعني. الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، منورتينا وشرفتينا بمتابعتك والله. ربنا يخليك يا رب، منوره دايما الدنيا يا شيف عبد. الله يسعد قلبك يا حبيبتي. طب امرين استاذنك بس، كنا عايزين نعمل اللانشو اللحمه ولانشو الفريخ. من عندي قبل العندي. ربنا يكرمك يا رب. اوعدك نعمله لك من عينينا الاثنين بطريقه يعني احلى من بره، بعد كده مش هتشتريه خالص. حاضر من عينيا يا منال، نورتينا وشرفتينا. من فضلك يا ندى اكتبي عندك علشان احنا هنحط ده في الاولويه عندنا بفضل الله. بصوا بقى اللحمه بدات تنزل صوص ازاي، دي الجوس او السوائل اللي موجوده جوه بين انسجه اللحمه.
انا هستفيد منها في الطاجن. انا بقى مش عايزه انشفها، مش عايزه ارجع اللحمه تاني تشرب السوائل دي، لا انا عايزه استفيد منها عشان تديني طعم مع الايه، مع البصل. ايش يا كده، ايه مصطفى التالق ده؟ طيب هنقلب كده تقليبه، وايه وهبدا اوري حضراتكم. انا هنا سخنت اللبن بسم الله، حطينا ملح، واسمحوا لي بس ازود شويه ملح صغيرين، انا ما حطيتش على اللحمه ملح كتير عشان تستوي على طول، مش عايزاها ايه معلقتين كده ملح صغيرين. وحطيت عود قرفه بس للطعم، وحطيت رشه من البهارات اللحم، وهنحط رشه فلفل كمان بسم الله. هو بسيط وبيعتمد على الطعم الاساسي، ونعتمد على وش اللبن. وش اللبن ده لو حضراتكم بتستخدموا لبن جاموسي احتفظوا بوش اللبن دايما، وحطوه في علب في الفريزر. نعمل احلى زبده بلدي ونصيح مع بعض، وهنعمل حاجات حلوه، ونعمل المش على اصوله بالمرطة بقى من الزبده البلدي. ومعانا ام اسلام. يا صباح الفل. يا صباح الهنا. مني انا. لا أهلا. مني انا بقى. يا روح قلبي صباحك فل. صباحك هنا. مني وصباحك قشطه زي اللبن كده. الله كدا. والله زي انت قلبك جميل كده. الله، ايه الجمال ده يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يديك على قد نيتك الطيبه. امين امين يا رب العالمين. حبيبتي انا ما عملتش غدا لغايه دلوقتي، بس مستنيه انا هبعته حالا يا فندم. العنوان يا فندم موجود وكل شيء تمام. ربنا يسعدك يا حبيبتي. يسعد قلوبكم جميعا يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي، ودايما كده من تقدم لتقدم يا رب. امين يا رب العالمين. اقول للنادي الاهلي الف مبروك. الله يبارك في عمرك. ودايما يا رب كده مشرفنا دايما على طول. يا رب. امين يا رب العالمين. امين يا رب. امين يا رب. يسعد قلوبهم دايما. ربنا يوفقهم دايما يا رب. امين يا رب العالمين. عادي دايما يا رب. امين يا رب العالمين. امين يا رب. امين 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 امين. حبيبتي ربنا يخليكي حبيبتي. وعايزه اقول لك ميرسي على معلوماتك حبيبتي، وعايزه اشكر الدكتوره دينا بجد معلوماتها حلوه قوي بجد. يعني الحمد لله بترد على اسئله كل الناس. انت لا بجد انت عارفه انا كان دايما زي ما بتقول عندي المسكن زي البونبوني. يا ده خطر قوي. والله خطر قوي. البونبوني عظيم. خطر طبعا. فانا سمعتها بصراحه خفت، والله خفت. يا روح قلبي طبعا. يعني لان هي بتقول في ناس بيبقوا عاملينه زي البونبوني كده، انا ابر باخد، برشام باخد كده يعني. يا حبيبه عمر سلامتك. بجد ربنا يبارك لها دكتوره دينا، يعني معلوماتها حلوه قوي، وربنا يبارك لكم ويبارك في القناه الجميله. يا روح. قناه جابت لنا يعني احلى حد في الدنيا، احلى شيف في الدنيا. حبيبه قلبي كتر خير. والدكتوره كمان ربنا يبارك لها وتدينا يا رب من معلوماتها كده دايما. تسلمي لي وما تحرمش منك ولا من ذوقك، والف مليون سلامه عليكي. انا هستسمحكم بقى. تسلمي يا ام اسلام، ودايما كده يعني نسمع صوت كل اصدقائنا بخير وبصحه وسلامه. انا هستسمحكم ندخل بقى الطاجن ده الفرن. بصوا بقى هو هيتشرب على راحته. انا مسخنه الفرن حراره 200 مش 180، انا بس بقول لحضراتكم. طيب بسم الله هناخده بقى. تعالوا السفاره صفرت حالا 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 قبل ما ناخد انذار. بسم الله بسم الله بسم الله. اهو نقفل بقى، وتعالوا بقى نستسمح حضراتكم ان احنا نطلع استراحة، ونرجع لحضراتكم نستكمل مع بعض ونبدأ في الشوط الثاني في انتظار حضراتكم. اهلا بحضراتكم. الحقيقه الفرحه دي حاجه جميله جدا، ربنا يفرح قلوب حضراتكم جميعا وقلوب كل الناس المنتظره فرحه قريبه الحقيقه بكل شيء يسعدها. ودايما الاهلي بجد مفرحنا، وتحيه لكابتن محمود الخطيب بجد فرحته من قلبه يعني. وهم كمان اللاعبين شوفوا قد ايه السعاده وقد ايه الفرحه وهم بيهدوا له الميداليات اللي كسبوها. الحقيقه دي احساس وشعور ما يعرفوش الا اللي في الحدث. فيعني اتمنى دايما يا رب ربنا يديم الفرحه على جمهور وعلى لاعبي وعلى القائمين على اداره النادي الاهلي جميعا يا رب العالمين، وعلى حضراتكم كل المستمعين. طيب احنا النهارده هنعمل، احنا عملنا خلاص الرز معمر، دخلناه بطريقه كده سهله وبسيطه. خلينا بقى نبدا نقول وصفه ثانيه لطيفه. احنا الخرشوف طلع من فتره، واتكلمنا عن ان احنا عايزين نخزن الخرشوف، في ناس كتير بتحبه ومفيد جدا، فوائده كتيره الخرشوف.
اه شفتي بقى ورانيا هي بتقول لي انا الخرشوف ده يعني في ناس فعلا يا اما ما بتحبوش يا اما ما بتحطوش في الايه في المشتريات بتاعتها بشكل كبير، لكن طبعا لما ينزل يا ريت حضراتكم تتعودوا انكم تستخدموه حتى لو في حشوات، لو هيتبشر لو انتم مش بتحبوه قوي استفيدوا من فوائده. طيب عندي خرشوف متنضف طبعا ويعني زي ما حضراتكم شايفينه كده نزل بلانشي بس في ميه سخنه عشان اقدر اتعامل معاه. وبعدين عندي كمان بصل اخضر، عندي بقى اي حشو. انا النهارده استخدمت القرع، بصوا القرع بقى جميل ازاي، واستخدمت الجزر واستخدمت كوسه. عايزه بقى اعمل كده ايه خلطه نباتيه جميله من الخضروات المهمه ونحطها مع الخرشوف ده عكس بقى اللحمه المفرومه والفراخ والحاجات اللي احنا عايزين دايما نعملها بيها. طيب عندي كوسه مبشوره، عندي جزر مبشور، عندي قرع مبشور، عندي فلفل الوان حسب الرغبه، فص من الثوم، بصل اخضر، بقدونس، نص كوبايه من الكريمه دي بتدي طعم كده مع الخضروات بتخلي كده طعم الخرشوف جميل، وحوالي خمس او اربع معالق من زيت الزيتون، ملح وفلفل، وجبنه موتزاريلا دي حسب الرغبه، في ناس بتحب تحطها مع الخضروات تدي كده تيست، ممكن تبقى لايت وممكن تستغنوا عنها خالص، مفيش مشكله وتكتفوا بس بالخضروات. انا هنا عندي الطاسة، هبدأ كده أخد من زيت الزيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، نقطة كده وهبدأ أشوح فيه الخضروات الحلوة دي. هاخد كده البصل الأخضر، بسم الله، وعندي بقى الجزر. الحاجات دي بتبقى جميلة قوي قوي، يعني الخضروات عموما ممكن نعمل بيها بقى سمبوسة، نعمل بيها جلاش، نعمل بيها وادي القرع، شوفوا القرع كمان جميل ازاي. الحاجات دي مفيدة قوي وخلينا دايما ندخلها للولاد ما نهملش عشان الصيف، خلوا بال حضراتكم الصيف ووقت يعني ما الوقت بيبقى الجو كده بيدخل في حرارة الواحد بيبقى مش قادر على الأكلات الكتير. وطبعا خلوا بالكم الخرشوف غني جدا بحمض الفوليك، يعني الالياف، فيتامينز عاليه جدا، فيتامين سي وفسفور وبوتاسيوم، فيه كل حاجه وفي نسبه حديد عاليه كمان، فيعني هو من الحاجات المغذيه جدا والمفيده جدا. ولو حضراتكم حتى تحطوه في شوربه قطعوه او بشروه وحطوه فيه زي ما احنا عاملين كده مفيش مشكله، لو انتم مش بتحبوه، انا بتكلم على اصدقائنا اللي مش بيحبوا مثلا الخرشوف بشكل كبير، ممكن نعمل بيه حاجات كتير جدا، نحشي بيه فطاير. بصوا الخضار ده جميل يتكلم عن نفسه قد ايه مفيد وقد ايه حلو. كل اطفالنا او اصدقائنا او الولاد اللي حاليا في امتحانات بيستهلكوا طاقه جامده جدا، هنعمل لهم بقى حاجات كده ايه تديهم طاقه عاليه وكمان تساعدهم. اما حضراتكم تلاقوهم بيذاكروا ادوا لهم طبق فيه خضروات كتير ينقنقوا فيها، في جزر، في فلفل الوان، اعصروا لهم عليه ليمون عشان تعززوا فيتامين سي. يعني ايه نبعد دايما عن الحاجات اللي هي الجاهزه والفاست فود في السهل. معانا زينب، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا عزيزي؟ اهلا يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا حبيبه قلبي؟ اهلا بيكي نورتينا. انا كنت بتفرج عليكي وانت في قناه النهار تقريبا. كنت في قناه ثانيه فعلا في المحور، ما كنتش في النهار. ايوه بحبك من ساعه مسلسل فيفي عدو. الله يخليك يا حبيبه قلبي، تسلمي. وطبعا والدتك عزيمه حمدي دي عظيمه. الله يخليك يا حبيبتي، عظيمه ان هي خلفت واحده زيك، والله محترم. الله يسعد قلبك حبيبتي، تسلميلي. شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليكي. شكرا ليكي، وبهني النادي الاهلي وان شاء الله عقبال القدم باذن الله. امين يا رب العالمين يا فندم، امين. انا اهلاويه من وانا عندي 10 سنين ودلوقتي 60 سنه ما شاء الله. ايوه كده بقى، هو ده الكلام، ربنا يديم على حضرتك الصحه والعافيه حبيبه قلبي. كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب. امور يا فندم، ربنا يخليكي. طريقه بلح الشام عينيا الاثنين انزلها لحضرتك حالا. عينيا يا فندم، تأمريني ونورتينا وشرفتينا، شكرا على دعوتك للنادي الاهلي، شكرا جزيلا يا فندم. نودي عايزين ننزل بلح الشام، انا هنزل لحضرتك الطريقه دي من غير البيض، لكن لو حابه تضيفي بيض هتضيفي من 3 لـ4 بيضات على حسب حجم البيضة. إذا مش حابة هتعمليها بالطريقة بتاعتنا وبيطلع كريسبي وجميل. وطبعا حضرتك تقدري ترجعي للحلقة بتاعتنا كمان على قناة الأهلي على اليوتيوب أو على صفحة القناة تشوفيها، هتلاقيه معمول بطريقة جميلة جدا. هننزل مقاديره حالا لحضرتك حالا. منشوح كده لديت بقى إيه، عايزة أدي كده رشة بسيطة جميلة من الملح، مش عايزة يعني إيه أكتر قوي. هني احط كمان شويه البقدونس دول
قلب كده. الخضار ده حاجه جميله قوي وصحيه. بعد شويه كده بعد ما ياكلوا ويعني يتغدوا وجبه اساسيه، ممكن ياخدوا شويه بقى فواكه، شويه حاجات تديهم طاقه، نعمل لهم حاجات كده بالشوفان وفيها يعني الشوكولاته الدارك دي اللي هي الخام اللي فيها 700% الكاكاو الخام، تبقى صحيه ليهم قوي. لو حابين تعملهم حاجات بالشوكولاته تدعم طاقتهم قوي، بتفرق معاهم قوي على فكره، ليها نسبه كده. ممكن تعمل لهم حاجه من اللي بيحبوها وياكلوها. يعني خلينا نميل لاكلات بيتي، والنقنقه والسناكس دي تبقى حاجات صحيه في البيت كده يتبسطوا بيها وتدعمهم وقت المذاكره. طيب هشوح، انا حطيت خلاص كده ايه الملح، هاخد بس رشه بسيطه كده صغنونه من الفلفل. هو الخضار اصلا ريحته جميله جدا، مش محتاجه حاجه تاني خالص. بسم الله. وعملت ايه بقى انا في الخرشوف؟ لو حضراتكم عايزين تخزنوه، لو احنا يعني كان وقته التخزين جبناه اخضر وشلنا كل الفروع بتاعته، بتتبقى الدايره دي هي الاساسيه اللي انا باخدها، بس بيبقى فيها هنا الحاجات اللي هي بتبقى عامله زي الايه الشعر الناعم خالص، تبقى حاجه كده بنشيلها بالمعلقه، وبعدين بننزله فيه ميه وعصير ليمون عشان ما يسودش. وبعدين ميه السخنه دي بيطلع منها على ميه بتلج، نوقف التسويه بتاعته عشان يحافظ على اللون بتاعه، وبعدين ناخده يجفف بمناديل المطبخ ونحطه في اكياس على حسب حجم الكيس على قد افراد الاسره، ونحطه في الفريزر. طلعته بقى انا من الفريزر، هروح اعمل ايه؟ مقادير بقى الحشام هتنزل حالا. هعمل ايه؟ هروح منزلاه بس في ميه بتغلي بعصير ليمونه وارفعه وخلاص، عشان بس اشيل ريحه التتليج او الفريزر منه، عشان اقدر اتعامل معاه زي ما حضراتكم شايفينه كده. بس انا دي الخطوه اللي بعملها عشان حضرتك تبقوا عارفين انا عملت ايه يعني. طيب هنا في كريمه معايا اقدر اضيفها كده على الوش تديله طعم، بس انا هقول لكم انا هحشي بقى ازاي دلوقتي. معانا حاجه ليلى، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك، ازيك يا شيف عظيم؟ اهلا بيك يا حاجه، نورتينا يا فندم. ربنا يخليك، الف الف مبروك للنادي الاهلي. الله يبارك في عمرك يا فندم، تسلمي. ربنا يكرمه يا رب وتكمم له بخير كده امين، ويجيب لنا كده الكاس ان شاء الله من المغرب ان شاء الله. امين يا فندم، امين بدعوات حضراتك. ربنا يخليك، انت عظيمه فعلا، عظيمه عظيمه والله. الله يخليك يا فندم، تسلمي. نكلمك من زمان والله. الله يسعد قلبك يا فندم، تسلمي لي. ربنا يخليك يا رب ويكرمكم بالنجاح على طول يا رب. امين يا فندم، امين. ربنا يديك الصحه ويبارك لنا فيك يا رب. امين يا فندم، سعدت بمكالمه حضرتك، شرفتينا. ربنا يخليك، انا نورتينا. بكلمك من زمان والله يا فندم، ده شرف ليا على راسي من فوق. ربنا يخليك ويديك الصحه انك عظيمه على طول يا رب. امين يا رب العالمين يا فندم، احلى دعوه في الدنيا، ما تحرمش منك ابدا. ربنا يخليك، انت عظيمه وعظيمه فعلا والله. الله يسعد قلبك، تسلمي لي. شكرا لحضرتك، نورتينا وشرفتينا. بصوا بقى انا هحشي الوحدات الجميله دي، وهستسمح حضراتكم نطلع استراحه ونرجع نستكمل مع بعض. مش هعمل اي حاجه الا لما ترجعوا لي بالسلامه، في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي انا يعني ايه رصيت كل الخرشوفات، حطيت فيهم الخضار اللي احنا عملناه مع بعض وشوحناه، الباقي ده مش هعمل فيه حاجه غير اني احطه في الفريزر لوقت تاني استخدمه، اقدر احشي بيه سبرينج رولز، اقدر اعمل بيه اي حاجه. انا هنا كان عندي بس شويه صوص كده معمول بمعلقه شوفان وشويه كده ميه، يعني صوص كده ايه باقي بشويه مرق، بصراحه مرق خضار قلنا نستفيد منه، ممكن نحطه على وش الايه الخرشوفات، حاجه خفيفه كده. اللي عايز يضيف موتزاريلا يضيف، اللي مش عايز يحط اي اجبان ويخليه خضار بس مفيش مشكله خالص. مفيش مشكله، بس انا حطيته كده. الله. فده الطاجن بتاع الخرشوف، اللي عايزين تزودوا اكتر من كده نسبه البشاميل، ده انا معمول على مرق خضار ومعلقتين بس من الايه من الدقيق الشوفان بس. عملت بيه الصوص ده ورشه ملح وفلفل وخلاص. هحطه في الفرن ياخد بس اللون الحلو ده، وبعدين نبص بصه كمان على ايه اللي في الفرن. بصوا حضراتكم الرز المعمر بدا بقى ياخد ويدي مع نفسه، هحط بقى هنا الايه الخرشوفات. بسم الله، شايفين الجمال؟ اتفضلوا. وبعدين هنبدا بقى ايه، مصطفى اتفضل، تسلم ايديك وعينيك. هناخد بقى ايه، نشيل بقى الحاجات الحلوه دي
وهنبدا بقى مع حضراتكم نتكلم عن وصفه سريعه. خلينا كده عشان هعمل كيك قديم شويه بتاع امهاتنا وجداتنا، بس كلنا بنحبه وتربينا عليه، اكيد الجيل القديم عارفه، الجيل الجديد لو مش عارفه هيعجبه، وممكن نطعمه بعصير البرتقال زي ما هعمل النهارده. انا عملته بس ارضاء ليهم علشان هي الطريقه الاصليه ما بيتضافلهاش برتقال قوي، لكن انا عملته عشان يبقوا حابين الطعم لو هيجربوه لاول مره. هو كيك الذره الصفراء، بس انا عشان هعملها هقدم جنبها شاي الكرك. شاي الكرك ده من الحاجات الجميله قوي اللي بنحب، يعني ناس كتير جدا، هو مشهور جدا في الهند على فكره، مفيش ما بيشربوه طول الوقت. وعارفين اهم حاجه فيه ايه؟ الزعفران. الزعفران الشعر، هو طبعا الزعفران من الحاجات الغاليه دلوقتي، بس بيتباع دلوقتي في عند العطارين معينين، مش باودر الشعر، عشان يعني اضمن ان هو حقيقي. بيبقى بالجرام، جرام 2 جرام لا اكثر اقل، ان طبعا سعره عالي جدا لكن مفيد قوي. فهم بره في الهند طول الوقت الشاي ده، الكركم والزعفران ده اساسي عندهم. انا هدي مقاديره عشان اسيبه يغلي جنبي هنا ونقدمه مع عبال ما اعمل الكيك الحلوه دي. ننزل مقادير شاي الكرك مع بعض. عندي هنا بصوا بقى، بنحط بسم الله اللبن، وعندي هنا الشاي، وطبعا تقدروا تزودوا. تعالوا يلا نقول ايوه معلقه ونص من الشاي كده، الشاي التقيل الحلو. معلقه سكر دي اختياري. عندنا حبهان حب، وعندنا قرنفل حب، وعندي عود قرفه، والزعفران هاخد منه شويه، وعندي اللبن. انا هزود لبن شويه عنده لان انا محتاجه ايه اعمل كميه شويه، كوبايتين ولا حاجه. فهستسمحك يا مصطفى تجيب لنا شويه لبن حلوين، انا احط دول كده على النار عقبال ما انا اقشر حته صغنونه من الزنجبيل الفريش. بصوا الجنزبيل الفريش بيبقى ده شكله، طبعا على حسب الوزن بتاعه. انا هاخد شريحه واحده لانه خلوا بالكم مرضى الضغط ما بيبقاش ايه محبب ليهم الايه الزنجبيل. تسلم ايدك يا مصطفى. هاخد كده اهو شريحه كده، بناخد بس الحروف بتاعتها اللي هي ايه ليها قشره كده زي قشره البطاطس خفيفه، بروح ايه شايلاها كده واحط شريحه كمان. اشربوا بقى الفايده. ننزل بقى مقادير بلح الشام، وانا هقول لحضرتك البلح الشام ده طريقته من غير الايه البيض، لكن استاذه زينب لما اتصلت حضرتك تقدري تزودي لو حابه تستخدمي البيض بعد ما بنشوحه المرحله الاولى بعجينه الشو. هنحطه في بوله يبرد وبعدين نبدا نضيف البيض، بيضه بيضه يتشربها من 3 لـ4 بيضات علشان لو حابه تضيفيه. ودي مقادير الشاي الكرك، مقادير بلح الشام قدام حضراتكم. يلا بينا. 2.5 كوب من الدقيق، ونص كوبايه من النشا، ومعلقه صغيره من الفانيليا، وثلاث كوبايات ميه، وثلاث معالق كبار زيت او زبده على حسب ما حضرتك تحبي. طيب ده من غير بيض، لو هنضيف البيض مش هيبقى في المرحله الاولى، هنضيف 3 لـ4 بيضات. طيب الشربات كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الميه، معلقه كبيره من عصير الليمون، معلقه كبيره عسل ابيض او عسل جلوكوز، ورشه فانيليا ما بنحطهاش في الاول، بنحطها في الاخر خالص بعد ما بنطفي على الشربات عشان ما يمررش. بنحط السكر مع الميه وعصير الليمون وبسيبه على النار يغلي. اول ما يبدا في الغليان ببدا اعد 10 دقائق، وبعد كده ابدا يعني اطفي عليه واسيبه يهدى خالص، وبعدين ادخله الثلاجه يعني ياخد القوام الحلو. ومعلقه العسل دي الجلوكوز او الابيض تدي قوام وبتمنع تسكيره الشربات. سيب بقى الشاي الكرك هنا على النار يبدا يغلي، لما يبقى حلو بعدين نصفيه. نبدا بقى في الكيك، يلا بينا. عندي كيك الدقيق الذره من الكيكات الحلوه. تعالوا ننزل المقادير. عندي ليها 3 بيضات، من 3 لـ4 بيضات على حسب حضراتكم حابين، يعني لو البيض حجمه كويس خلاص. عندي كوبايه ونص من الدقيق الابيض، وكوبايه ونص من دقيق الذره الفاتح، في نوعين دقيق ذره فاتح وغامق. وعندي كوبايه من السكر، وعندي كوبايه من عصير البرتقال، نص كوبايه من السمن او الزيت زي ما تحبوا، وعندنا من البيكنج باودر معلقه صغيره من برش البرتقال تدي طعم، ومعلقه صغيره من الفانيليا، وثلاث بيضات. ولو عايزين تضيفوا سمسم على الوش ماشي، مش عايزين براحتكم.
في ناس بتحب تضيف لها سيرب خفيف، احنا ممكن نعملها من غير، بيبقى نص كوبايه عصير برتقال مع نص كوبايه سكر، بياخدوهم على النار شويه ويدوب وتمام. انا معلش بعمل البيض بيضه بيضه، ان احنا بقى في الحر شويه فبخاف البيض يبقى مش مظبوط، فبطمن ان كل البيض سليم، لان لو حطيت واحده بس في وسط البيض يبقى اضطر ارميه كله. طيب بحط بقى البيض هنا، وطبيعي هحط عليه اول حاجه الفانيليا، هاخد كده عصير البرتقال، وهاخد كمان برش البرتقال او بشر البرتقال، ده بقى اللي ممكن يدي التيست اللي هم الولاد يحبوه يعني ايه ويستطعموها شويه. عندي السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، السكر ده حسب الرغبه، احنا عاطين نص كوبايه، اللي عايز يعني يزود شويه ما يجراش حاجه، لكن هي عموما طبيعه الكيك دي ما بتبقاش مسكره زي الانواع الكيكات الثانيه. انا هحط زيت مش هحط سمنه، عشان انا الزيت بالنسبه لي اخف، بتطلع حلوه وهشه، وكتير من حضراتكم بيحب يستخدمه. بسم الله، اهو زيت نباتي عادي، اللي عايز يضيف يعني جزء سمنه وجزء زيت مفيش مشكله خالص. هاخد بقى الدقيق الاصفر اهو مع البيكنج باودر، معاه كمان الدقيق الابيض، وناخد معاه ذره الملح. معانا مدام سميره، يا صباح الفل. يا صباح القشطه يا حبيبتي. اهلا اهلا حبيبتي جميله، يا رب سعيد قلبك يا مدام سميره. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي روح قلبي، تسلميلي. عايزه اقول لك الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها دي جميله يا حبيبتي. تسلمي حضراتكم الاجمل والله مدام سميره. الله يخليك يا حبيبتي، احنا يعني بنحيي القناه بتاعه الاهلي عشان جابت شيف عظيمه الحقيقه يعني. ربنا يخليكي ليا يا رب، كلك ذوق. بنحيي الاهلي على الفوز بتاعه في السله واليد الحقيقه. تسلمي. حاجه جميله جميله جميله. حبيبتي تسلمي لي يا رب، يسلم ذوقك. عقبال بقى كرة القدم ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم بدعواتكم، شكرا ليكي. تأمري بأي حاجة مدام سميرة؟ الدقيق اللي حضرتك عملتيه، الدقيق الدقيق الكيك الاصفر، الاصفر الغامق ولا الفاتح؟ الفاتح. الفاتح احسن. الفاتح. طيب وحضرتك جربيها، انا عارفه ان حضرتك بتعملي حاجات جميله وياما يعني جات لي تطبيقات رائعه، وبعدين عايزينك بقى تقولي لنا طريقه العيش الشمسي الحلوه بتاعتك. حاضر يا حبيبي. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله يا تحياتي لحضرتك يا فندم، تحياتي، نورتينا وشرفتينا مدام سميرة. أنا هخلط الخليط ده، معلش يدي فوليوم شوية، مش هزعج حضراتكم بالخلط، لكن هستسمحكم في استراحة، ونرجع إن شاء الله بعد الاستراحة نستكمل الوصفة بتاعتنا. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. بصوا ضربت الخليط الأول كله المواد السائلة مع بعض، شوفوا شاي الكرك جميل إزاي، عايز أقول لكم ريحته تحفة. نسبة السكر فيه أصلا يعني ما بحبش السكر قوي، ما يعني ما بشربش الحاجات بسكر، بس عايزة أقول لكم طعمه يتجنن. بصوا لونه، عايزة أقول لكم الشاي بلبن بقى اللي يعني كان بيتعمل لنا زمان، بيبقى اللبن لبن، بيتغلي اللبن وناخد اللبن ونحط فيه باكيت الشاي، وهو ده الشاي بلبن. طيب أنا عندي هنا القالب اللي أنا مجهزاه، حط فيه الكيك، تقدروا طبعا حضراتكم تعملوا القالب اللي يريحكم. هاخد كده الخليط، أنا حطيت عليه ذرة ملح بعد ما خلطت الإيه الدقيق الأصفر مع الدقيق الأبيض. بسم الله بسم الله. عايزين تكتروا من نسبة الدقيق الأصفر فتبقى هي أكتر، والدقيق الأبيض يبقى كوباية واحدة، برضو ده يرجع لحضراتكم مفيش أي مشكلة، ينفع يبقوا زي بعض وينفع يبقوا كده. خليني بس إيه، بسم الله كده، شكل كده ايه دائري، انا مش عايزه ابوظ الهواء منها كده لحد ما تندمج ايه الدور. وبعدين عارفين انا ليه بعمل كده؟ لانه لو النوع الدقيق اللي انا مستخدمه هيكون نوع دقيق يعني خاص بالكيك هيبقى تمام، لكن في انواع دقيق اخرى يعني كتر التقليب بيبوظ الكيك ويهبطه، فبخاف قوي من الموضوع ده، عشان لو حضراتكم بتستخدموا انواع مختلفه عن اللي انا بستخدمها. انا بس ايه خلطت كده الخليط تمام، اسمحوا لي بقى ايه هجيب سباتولا ونقلب بقى ايه الخليط الحلو ده. بسم الله اهو، ناخد كده وبعدين هنحط طبعا الفرن لازم يكون سخن، حراره 180 على الشبكه في النص،
ده. وطبعا الكيك من الحاجات اللي ما ينفعش حضراتكم تعملوها بعدين تقعدوا تسخنوا الفرن وتسيبوها بره. الكيك لو اتساب بره هيشقق ويشرخ ومش هيبقى جميل. اهو بصوا انا حاسه بفوران البيكنج باودر، يعني حاسه دي بيبقى خليطها كده في تقل سنه عشان اديه الاصفر طبعا. وبعدين نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. ادهنوا بقى هنا ماده دهنيه، ممكن تكون زيت او تحطوا ورقه زبده زي اللي يريح حضراتكم، مدهونه بشويه زيت او سمنه. كده هزه بس بسيطه اهو، وهمسح كده الحرف عشان ده لما بيتحرق في الفرن مع السخونيه بيضايق قوي في التنظيف. انا مش عايزه حضراتكم تتضايقوا من اي حاجه. وهندخله على حراره 180 وهنجرب يعني الكيك ما نفتحش عليه ابدا قبل ما يمر عليه على الاقل 25 دقيقه. قبل 25 دقيقه استحاله افتح الفرن ولو ينفع اضيف اي حاجه ثانيه معاه عشان ما افتحش عليه ثاني ولا يكون في حاجه في الفرن هضطر افتح عليها بعد شويه عشان اطلعها، لازم اكون الكيك بس. مهم قوي ان انا اتاكد ان البيكنج باودر تاريخه كويس قبل ما احطه، ده بيساعد في تشريخ وهبوط الكيك. مهم قوي ان انا ما ازودش غالي في الضرب بتاع الكيك عشان ده برضو بيبقى له اثر سلبي. مهم جدا ان انا ما استناش بره واسيب الكيك كده لحد ما ادخله الفرن، لازم فورا الكيك يدخل على الفرن، ما ينفعش يستنى. بعد بقى ما تخبزوا الكيك اذا في فائض عند حضراتكم تقدروا تحتفظوا بيه في الفريزر. انا طلعت الكيك وهدي وبرد على مثلا شبك، اخده بقى اغلفه واحطه في الفريزر وقت ما احتاجه اطلعه واقطع يبقى فريش احسن ما اسيبه في العلبه بره. هوري حضراتكم بس شكل الايه الرز المعمر اخر حاجه. بصوا بقى الجمال، بسم الله ما شاء الله. هطلعه بس سنه كده، معلش همسك بدي عشان انا يعني ملكها اكتر. بصوا شايفين ما عملناش حاجه، بسيط وسهل يعني مش محتاج اي حاجه. طعم بقى الجوز بتاع اللحم هو اللي ايه هيظبط الدنيا. انا ممكن يعني اخليه كده يجي هنا شويه كده واخد الكيك جنبه بما ان بقى خلاص احنا مجهزين كل الحاجات ونحطه هنا وحاسبهم بقى مع بعض. هو كده كده قدامه شويه وقت عقبال ما يحمر، وهي طبعا على الشبكه في النص مش هينفع اخليها تحت. وهقفل. السمسم اختياري، حضراتكم حابين تحطوا سمسم ماشي، مش حابين مفيش مشكله. في ناس ممكن تقول ايه يعني احنا عايزينها من غير سمسم، طبعا ده اختياري لحضراتكم. انا عامله هنا اللي فيها السمسم. وبصوا هي جميله ولونها فاتح وحلو، وطبعا يعني نوع البيكنج باودر بيفرق كمان في درجه فتحان الكيك. خلوا بالكم في انواع بيكنج باودر بتغمق، فاسالوني ودايما حضراتكم بتسالوني وانا يعني تحت امركم هجاوب على اي اسئله. النهارده احنا عملنا ايه؟ عملنا الرز المعمر بطريقه سهله وبسيطه لكل اصدقائنا اللي عايزين يعملوه ومش يعني حاسين ان هو حاجه كبيره قوي وممكن تبقى صعبه، صح؟ معانا احد المصورين اهو مستني الرز المعمر ومصينا عليه بصراحه من ساعه رمضان، واحنا عملناه مخصوص عشانك، صح؟ هيشوف، هو لسه هيشوف يعني. لسه هيشوف الراجل، هو يعني ايه ما قررش لكن تمام. فانا حبيت ان انا اعمله ممكن بلحم مسلوق ونسقي ناخد شويه من مرق اللحم الحلو اللي عندنا نستفيد منه في الطاجن ده مع اللبن. ووش اللبن ده احلى حاجه، تعملوا منه الزبده، تعملوا منه ام علي، تعملوا منه على الرقاق، تعملوا منه على الجلاش، الناس اللي بتحب الاكل اللي ايه ليه الطعم ده. وبعدين عملنا كمان الخرشوف. ناخد دندون الاول وبعدين نكمل مع حضراتكم. الو ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. يعني امبارح نايمين على احلى اخبار واحلى بطولات والحمد لله وناس هنشوف حضرتك. الله يبارك فيك يا روح قلبي، ربنا يسعدك. حاجه بجد يا حياتي، تسلمي كلك ذوق يا روح قلبي. احنا فعلا مش بنحاول قناه الاهلي زي ما بتقولوا، الاهلاوي مش هيسيبنا، احنا مش سايبينكم، احنا طول اليوم على القناه. شرف لينا يا روح قلبي، شرف لينا، وجودكم ده يعني حاجه تسعدنا بجد، وتشجيعكم ومتابعتكم دي شرف لينا حبيبتي. وعقبال اليد والقدم ان شاء الله، لان بجد فعلا الاهلي هو اللي بيفرحنا. امين يا حبيبتي، دايما مفرحكم ويفرح قلوبكم، ربنا قادر على كل شيء وكل المستمعين. والف مبروك لمجلس الاداره ووش حضرتك الحلوه علينا يا حبيبتي، منوره دايما. امين يا روح قلبي، يا رب يا رب يعني ربنا يجعل وشي دايما حلو عليكم حبيبتي يا رب. تسلمين يا دينا، شكرا ليكي وشكرا لاتصالك، وبجد انا فرحانه جدا جدا. لو تعرفي انا وانا بشوف كده قبل ما يبدا البروجرام الحاجات الحلوه، الفرحه اللعيبه دي
حاجة رائعة، أنا يعني واحد سعيد بيها جدا، ربنا يفرح قلوبكم دايما جميعا. طبعا عملنا بقى الخرشوف، قلنا لحضراتكم ازاي بنخزنه وازاي بنحافظ عليه. طب انا لو جايباه فروزن جاهز من بره هاخده، هغلي شويه ميه، اول ما اجي انزله هروح عصره نقطه ليمون علشان اضمن ان هو طلعت منه ريحه التلج بس والايه والحاجه دي. وبعدين هقول لحضراتكم حاجه بالنسبه للمجمدات، اسمحوا لي اوضحها. هي ايه؟ لو انتوا جيتوا بتشتروا من السوبر ماركت حاجه من الثلاجه من الفريزر مثلا لبس الفاصوليا اي حاجه، إذا تكرمتوا لو لقيتوا الكيس ده مكلكع يعني كتلة كده ما تاخدهوش، اعرفوا ده اتفك تجميده ورجع يتجمد مرة تانية. إذا اتفصلت التلاجات أو هم نقلوه من تلاجة التلاجة فخد وقت وبعدين رجعوا يجمدوه تاني، ده كده لا فوايده موجودة وهو ما هوش صحي ويعني إيه مش حلو. إحنا إن شاء الله لما يبقى عندنا الموسم بتاع الحاجة أفضل إن حضراتكم تعملوها في البيت أنضف وأجمل، تاكلوا خضار فريش وجميل. معانا يوسف. أهلا أهلا. اهلا، ازيك شيخ حبيبي؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كويسه. انت عندك كام سنه يا يوسف؟ انا عندي 11. بسم الله ما شاء الله. طب انت قد ابني، انت في رابعه ابتدائي ولا ايه؟ في رابعه. يا حبيبي ربنا ينجحك يا رب. النتيجه طلعت ولا لسه؟ لا لسه. على خير يا روحي، ان شاء الله ناجح من المتفوقين باذن الله، انت وهم وكل اللي زيكم. انت اكلاتك كلها حلوه يا حبيبي، انت اجمل يا روح قلبي. طب انت عاوز حاجه اعملها لك مخصوص؟ عايزه اعرف اكلات المصري. اكلات؟ المصري. الايه؟ المافن؟ حاضر حاضر، من عندي ولعندي يا يوسف، اوعدك ان شاء الله يوم الاحد هعمل لك المافن. ايه رايك؟ عايزه بالشوكولاته؟ حبيبي حاضر، من عينيا يا يوسف، نورتني وشرفتني يا حبيب قلبي. والله انا سعيده جدا جدا بجد بتواصل حضراتكم، اكتر حاجه بتسعدني وجودي في الهواء، بحس ان في حياه فعلا، لانه غير كده انا يعني بحس ان انا بعيده تماما عن حضراتكم. بشكركم طبعا وبشكر كل المتابعين من خلال صفحتي الشخصيه ومن خلال صفحه الاهلي ومن خلال حتى اليوتيوب اللي بيدوروا على اي حاجه خاصه بيا، بشكر حضراتكم جدا 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 وشكرا للثقه الغاليه بجد والله. عملنا كمان النهارده شاي الكرك. شاي الكرك ده من الحاجات الجميلة زي ما قلت لحضراتكم، مشهور جدا في الهند، بيعملوه كتير لانه بيستخدموا الزعفران والكركم كتير جدا مع اللبن بالذات، بياخدوا فوائده. يا ريت حضراتكم كمان يعني نحاول ندخل ثقافة جديدة، ناخد من كل شعب من ثقافته الفوائد لينا، الحاجة الحلوة لينا. طبعا احنا داخلين على صيف، يعني ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطات وحاجات صحية. اي ام نازلة هتعملي ده في بولة وتغطيه وتحطيه في الثلاجه، بواقي فراخ مسلوقه هنستفيد منها في سلطات حلوه مع دريسنج خفيف وبسيط يفتح نفس الاولاد مع خس وخضروات. رايح النادي عايز ياخد حاجه سناك غير الوجبه الرئيسيه هياكلها. هنعمل فواكه طبيعيه ونضربها في الخلاط. هنعمل كل ده مع حضراتكم ابتداء من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. مش ناسي اصدقائنا اللي طلبوا مننا الفايش الصعيدي على الطريقه الاصليه، اتمنى يا رب اكون وجهه مشرفه لاهل الصعيد واعمله على اصوله ان شاء الله، نعمله مع بعض بخميرته بكل الخطوات بتاعته. ويعني ايه نعمله بقى بسهوله هنا، لانه الحقيقه هو من الوجبات والاكلات المحببه ومغذي جدا ومهم جدا كمان مع الشاي بلبن، يعني من الحاجات الحلوه. اتمنى يا رب يا رب دايما ان الحلقات تكون خفيفه على قلوب حضراتكم، ان انا اكون ضيفه خفيفه على قلوب حضراتكم. بشكركم لمتابعتكم، بشكركم للكلام الراقي والدعوات اللي من القلب بجد بشكر حضراتكم عليها جدا. وربنا يسعد حضراتكم قد ما اسعدتموني. كل التهنئه وكل التوفيق للنادي الاهلي في مبارياته المقبله باذن الله، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. و السلام عليكم.